لتمكين دور المرأة العراقية في مناهضة خطاب الكراهية داخل وسائل الإعلام. اختتم منتدى الإعلاميات العراقية المنعقد في السليمانية فعالياته بعد 3 أيام بحث فيها الحاضرون مدى أهمية مشاركة المرأة في تحقيق السلم المجتمعي. هناك فجوة جدا كبيرة اليوم بين المؤسسات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالخطاب التحريضي اللي قد يثير النعرة الطائفية والتحريضية. لذلك احنا عملنا ان يكون هناك تدريب للناشطات والصحفيات بالذات على كيفية التصدي لهذا الخطاب، كيفية رصده، شنو انواعه، كيف ممكن نوثق هذه الحالات، وكيف ايضا يكون عنصر مساهم في الحد من هذا الخطاب، لا سيما ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والسلم المجتمعي. الورشة عكست تجاوب جدا مهم من قبل المشاركات والمشاركين، لكن بنفس الوقت اكتشفنا أن هناك عدم فهم حقيقي لأثر خطاب الكراهية وكيف التصدي. ومع الحرية التي تتمتع بها المرأة في إقليم كردستان، أكدت مشاركات أن المرأة في السليمانية قطعت أشواطا متقدمة في مكافحة خطاب الكراهية داخل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء. المرأة الكردستانية قطعت أشواط كبيرة في تحقيق السلم المجتمعي ومناهضة خطاب الكراهية من خلال الأدوار اللي قامت بها في المجتمع بصورة عامة، كونها صحفية وكونها تربوية وكونها قيادية وكونها عضوة في البرلمان. إلى حد الآن إحنا مواصلين إلى يعني مستوى عالي من الثقافة الإعلامية، بحيث الإعلاميات النساء يعرفون مدى خطورة أو حساسية خطاب الكراهية، أو أيضا يمكن إذا تسأل بعض الإعلاميات يمكن أصلا يعني ما عندهم فكرة عن ما هو خطاب الكراهية وما هو العيش السلمي. احنا هاليوم جايين إن شاء الله السليمانية نبرز دور المرأة في يعني الخطاب الكراهية، توصل صوتها يعني وتغير من الوضع الحالي بالعراق بشكل عام وبشكل خاص بكردستان، وإن شاء الله راح يعني المرأة يعني تثبت للمجتمع بكامل إنها تقدر تغير من الخطاب الكراهية وتقدر توصل صوتها لأي مكان. ووفق آخر تقرير للمركز العراقي لمحاربة الشائعات، فإن خطاب الكراهية تصاعد خلال الشهرين الماضيين في العراق نتيجة خلافات سياسية، ما أسهم بصناعة 146 إشاعة، جزء كبير منها استهدف أبرياء وعرض حياتهم للخطر. تسعى المرأة في إقليم كردستان إلى أخذ دورها الريادي في مناهضة خطاب الكراهية وتحقيق السلم المجتمعي، وذلك عبر إجراء العديد من الندوات والحوارات. لقناة زاغروس تي في، شيار محمد، السليمانية.